عندي حلم. أول برنامج شبابي مسابقاتي لريادة الأعمال في الجزائر. يجمع 60 شاب من مختلف الولايات باش يجربوا عدة تحديات ومغامرات. والوحيد اللي يتخطى كل هذه الصعوبات ويقدر يقنع لجنة التحكيم هو اللي يفوز بلقب الموسم. لازم تغتنموا الفرصة وتمدوا كامل واش عندكم. نقدر نحقق حلمي بإذن الله. صح انتم ما راكمش هنا باش تديروا شوبينغ ها؟ اتونسيون، راكم هنا باش تخدموا. ريدي؟ يس. التحدي، الخوف، الحماس، التردد، العزيمة. This is really good opportunity I'm willing to gain. Being in such a national program that will be broadcasted on national TV will give me maximum exposure. منافسة كبيرة بين المشتركين. بصح رابح واحد برك هو اللي راح يحقق الحلم ويربح 100 مليون. J'ai appris de mes défaites. À la belle Ibli, tu vas sortir de cette magnifique expérience. Elle a bâché sur toute la ligne. في الحلقة اللي فاتت جازوا لي جروب تاع محمد وصابرينا تشالنج جديد وهو لا ماشينا فيرنال وين ربح فريق صابرينا وتأهل لمرحلة ال 1 تو 1. مرحبا بكم. انتم 13 اللي خسرتوا في التحدي تاع لا ماشينا فيرنال. بصح معليش اليوم راح نعطيو لكم فرصة أخيرة باش تلحقوا مع أصحابكم في ال 1 تو 1 مع لي جوري. وكيفاش؟ راح تفوتوا على تشالنج جديد فيه دوز ايكيب وبيان سور انتوما الله يبارك شباب شاطرين على بالكم ديجا باللي رايحين تفوتوا على لا بواطا بريسيون باش نخيروا دو غانيون كونوا لي زيكيب نتاعهم. طرقه ممكن محمد يخرج شيف تيكيب اونكور اون فوا ممكن لا رايحين نشوفوا شكون يقدر يريزيستي على لا بريسيون وشكون يحب يحقق حلمه. ريدي ليتس جو. بواطا بريسيون على بالنا بلي بديتو توالفوها بصح الاسئله في كل مره تتبدل والوقت ماشي في صالحكم. لازم يكون التركيز كبير خاصه هذه هي اخر فرصه. أنا حمود جلال من ولاية البوليدة. راني حابب نخدم الحلم تاعي دو كري لي انتيليجون بور بيبي يكون سمعي بصري. الدراري كيكونوا راقدين عندهم اون سول بوزيسيون دونك عندهم ان بلافون بلون اي فيرج. حبيت ندير له ان تاتاشو باش الدراري هذوما كيكونوا راقدين يكونوا يشوفوا في الالفابي ويزيدوا يسمعوا زعما الف با تا باش ما يكونوش عنده دي ديفيكولتي في ليكول كي يدخل السنه الاولى ولا دوزيام اني ماهوش عارف كاع واش راه صاري في ليكول. اللي انتيليجون صح. اسكو لو كان مدلك مليون دينار واش راح دير بها؟ بون مليون دينار جو في فير اون بتيت اونتربريز فيو كو لونتربريز سي كوم ان اوركستر يفو شوزير بيان لانسترومون اي بيان لو موزيسيان باش تكون اون بتيت اونتربريز وتكون قوي بيان سور مع هاد ليك. وعندك خبره في الميدان تاع لي زونفون تاع لا بيدياتري؟ ما عنديش خبره، جو سوي كلكان دوتوديداكت وكو ما قريتش بزاف في ليكول. صراو لي دي ديفيكولتي اون ترافير لاغابي فرونسي، تربيت بزاف باللغه الفرنسيه دونك دخلت نقرا صراو لي مشاكل في العربيه دونك هاد البروبليم حبيتوش صرا لي ليا ما حبيتوش يصرا لدراري واحد اخرين ولا لي جون واحد اخرين باش يكملوا وتكون عندنا مستقبل زاهر تاع ان شاء الله ويكونوا فيكو لو موند. حنا رانا عايشين فيه تربينا بوبيا ولي فاتور فيكو لو موند هذاك تربينا بهاد الحفايس لو موند هذا راه معمر بلي فاتور دونك حبيت ندير حاجه تاع اللي نربيو بها اولادنا وتاع عفسه اللي باش يكون المستقبل زاهر ان شاء الله. فوالا شكرا ميرسي. هيا نيكست.
Je me présente, c'est Ramdani Sifdin de Sidi Blabas. J'ai 19 ans, je suis un étudiant en langue anglaise. Alors, quand j'étais un vendeur en pharmacie, لقيت بزاف ناس يشكون من لي بروبليم دونتير ما يجوش معنا لي كالمون اي تو باه ندير ان شاء الله اون يونيتي موبيل دي سوان دونتير هي عباره عن كاميون كاميون يقعد في يقعد او ميليو دو لا فيل باش هكا نقصوا لا شارج على لي زوبيتو ويخدم بالطاقه الشمسيه باش نقص مام لا شارج تاع الالكتريسيتي اي تو ونعاون الناس. واش راح دير فيه؟ جوست ان فوتو دو كونسلتاسيون ولا واش دير فيه؟ ندير فيه واش يكون في لا كلينيك نورمال يكون في ان شاء الله يكون في هذا الكاميون واش يكون في لا كلينيك نورمال ما تنفعش تدي كلشي تاع كلينيك دونتير ستادير دير ان فوتوي تاع كونسلتاسيون سي تو ما يكونش هذيك تاع لي زوبيراسيون اي تو صح. وكان يعطوك مليون دينار واش راح دير كيفاش تدير المليون دينار هذيك راح تكون لا باز تاعي الاولى باسكو دركا راني ايتيديون اي تو ما عنديش المدخل باش نبدا تسمى هذيك 100 مليون راح تكون نقطه البدايه تاعي ان شاء الله. طيب شحال باقي لك باش تكمل الدراسه تاعك؟ باقي لي ان شاء الله 3 سنوات. 3 سنوات شكرا. اوكي شكرا. ميرسي. حياة خضير من الجلفة، تخرجت علوم تسيير تخصص ماليه واقتصاد من جامعه زيان عاشور 2006. كملت دراستي ومقاولتي وتسيير مؤسسه. في المقابله الفرديه كانت عندي 3 دقائق باه نهضر على المشروع نتاعي. كانت بالنسبه لي فرصه اني نهضر اني نعبر على فكره كان من الصعب من في الجزائر اني نحققها، بس على الاقل كي نطرحها يكون فيها نقاش يكون فيها حوار يكون فيها تبادل الكلمات. انا كي هدرت الاضواء في حد ذاتها ما عطاتنيش فرصه اني نهضر ليبر في مع اللجنه. المشروع اللي انا حابه نخدمه هو صناعه الدونتيل. انا لاني متخصصه في هذا المجال في مجال الخياطه والازياء، الدونتيل اللي راني شايفته دائما الدونتيل هو متكرر. انا بالنسبه لي كفرصه باه نقدر ندخل للسوق ندور نخدم دونتيل من الرسومات نتاعنا اللي باه نبرز بها الشخصيه الجزائريه. انا راح نستعمل في هذا المشروع ماكينه تاع التطريز الالكتروني، هي ماكينه مطوره تسحق 2 من الاشخاص يخدموها، في نفس الوقت هي تخدم الروح. انا راح نركز على الفريق الفني اللي راح دائما يدير في رسومات جديده باه نبرز فيه الشخصيه الجزائريه، وهذا بالنسبه لي يعطي قوه للساحه الجزائريه. شكرا. شوي سبح عمره une architecte. J'exerce dans le domaine d'ameublement sur mesure, l'aménagement intérieur et la décoration. Mon projet, tout simplement, c'est fabriquer des jouets en utilisant des matériaux nobles, le bois, et des matières naturelles qui m'ont la peinture bio, les fils, les tissus. هذا الهدف منه حماية أطفالنا et surtout المحافظة على صحتهم. يعني يلعبوا يتنموا ينميوا قدراتهم مع محافظة على صحتهم ومحافظة المحيط، خاصة من الجوي إلكترونيك اللي قاعدين يهدوا في صحتهم بطريقة مباشرة. قاعدين نعرفوا باللي لوتو دو لوتيزم اي تري زيلفي تانا لي جوي اون بلاستيك اللي سا بروفوك اون اليرجي على لونفون. دونك انا جي اون بوتيت اكسبيريونس دون سو دومين مي ارتيزانال، سادير انا درت اون فورماسيون في فن الاركت مي سا ريست ارتيزانال. جي تيستي جي ايسيي دو فير c'est-à-dire des jouets, tu as l'intelligence, la concentration, des formes, des cercles, des carrés, des puzzles, des animaux. Et j'ai joué avec l'entourage d'ailleurs, mes neveux, les enfants de la famille. Et j'ai joué avec eux, j'ai vu une interactivité grande. J'ai joué avec l'entourage d'ailleurs, j'ai quelques haïds, ou la plupart, parce que je suis émotionnelle, j'ai gardé des cadeaux. Où êtes-vous? Dans quelle région vous êtes? À Naba. J'ai voulu faire le projet, c'est-à-dire, au lieu de l'utiliser dans la machine, c'est la scie en tournée. C'est artisanal, c'est carrément la planche de bois ou une grotte. Donc ça prend du temps, Le liège, vous utilisez du liège aussi? Le bois, l'acrylique, les tissus, les fils. Merci beaucoup. Okay, merci. Merci. Donc là, on va voir les résultats. Quels sont les deux chefs d'équipe qui vont choisir les deux équipes? Le premier. Classement avec 6 points sur 6, Raou Abbas. Fadal, c'est Abbas. Brouk Alek. Fadal. Le deuxième, 5 points sur 6, c'est Sarah. Fadal, Sarah. Prochain, Brouk. Brouk Alekoum, Sarah ou Abbas.
مقبولين في كلاسمون. دركا عندكم لونر ولا بريسيون شويه باش تخيروا لي زيكيب. كيفاش راحين تخيروا؟ دالا بدالا، واحد واحد parmi vos amis. عندكم لو ديستان تاع اصحابكم بين يديكم. كيما شفتوا باقي 11 شيفر امبير، راح يبقى في الاخير شخص واحد لا يجوز معنا. عباس انت الاول في كلاسمون، انت تبدا، تفضل شكون تختار؟ بسم الله راكو كاع خوتي، ماذا بيا كاع نختاركم، نختار عبد الصبر. عبد الصبر تفضل معايا. ساره تفضل. اسمحوا لي بزاف بزاف، جوغي ايمي تكونوا كاع معايا، مي جو دوا شوازير. فاطمه. فاطمه تفضلي معايا. عباس. ورده. ورده. يا ساره. انفال. هشام. فوزي. فوزي تفضل معايا. تفضل هنا. عباس كما قلت لك عندك لديستان تاع اصحابك بين يديك. كان عندنا الشوا ما بين كل واحد، كل ما واحد يختار اللوتر يختار الدوزيام. تشوفي قدامك ناس وتسمعيهم، حضرنا مع بعض وعرفنا كل واحد البروجي تاعو، كل واحد واش يستاهل يكون. هوز نيكست؟ هيا ساره. عبد ال فوالا. عبد الكريم. عبد الكريم بس. طه. والشوا تاع لا ديرني يجي لساره. تفضلي ساره، انا نتسناو فيك. J'aime pas être dans ce genre de situation, c'est-à-dire choisir entre deux personnes, parce que كل واحد فيهم يستاهل يكون هنا، كل واحد فيهم الى certainement des qualités، كل واحد فيهم حاب يحقق حلمه. Je suis désolée, je vais choisir محمد الياس. تفضل معنا. C'est très difficile. Donc la personne bon هذيك لا سيتوياسيون كي تكون سيليكسيوني بور موا تكون ما تقدرش تشوفهم كاع، جون ما تقدرش تشوف بالواحد وما ماكش حتش عليهم، جون سيليكسيوني انت ما عندكش حتش سيليكسيوني، مي بون لو سيليكسيون تاعهم هذه الحاجه الاولى. جو سويت لي كوراج. مبروك عليكم. هيا نروحوا للتشالنج الجديد. C'est ça les règles du jeu, donc j'ai pas pu faire autrement. Yassine, il était compréhensif. Allez, je sais que c'est pas facile de choisir. Si j'étais à la place de Yassine et qu'il ne m'a pas choisi, je le comprendrais aussi. صابرينا اخيرا لحقتي انت والفريق ديالك للمرحله ال1 تو 1. ما تنساوش راهي عندكم زوج دقائق باش تقنعوا لجنه التحكيم بالمشروع تاع كل واحد فيكم. Bonsoir. تفضلي عندك زوج دقائق. ما تضيعيش الوقت. معاكم بنتار صبرينا، شوي اركيتيك نافال. مون بروجي سي دو فيغ لا كونستركسيون لا كونسيبسيون دون ماشين كي سابيل سي كلينر، كي فا نيتوايي لي ميغ. كيما نعرفوا عندنا بروبليم تاع لا بوليسيون في الساحل الجزائري، فهاد لا ماشين سافا ايدي بور نيتوايي لو ليتورال، اي اون ميم طون جو في لوتيليزي لي ديشي بور فيغ لو ريسيكلاج في لينيرجي رونوفلاب. كومون فوز الي كونستروير سيت ديتمو بيسكو زيت انجينيور. اون فا فيغ ليتود، جو في فيغ ليتود. Vu que j'ai un diplôme en architecture navale, donc on va faire l'étude, le plan. Et après, je vais former une équipe avec... Ça vous coûte combien de faire un prototype?
un prototype sur plan 2D. Non, non, réaliser. Réaliser, ça va prendre du temps. Il est grand, il est énorme, il est comment? Non, il est petit parce que ça va coûter cher. Genre, il est une machine, une petite machine. Si on vous donne 1 million de dinars, comment vous allez, qu'est-ce que vous allez faire après? Ça va m'aider à ouvrir, par exemple, un bureau d'études et former une équipe polyvalente et compétente. Vous avez vu que dans le monde, il y a un jeune qui a lancé un brevet mondial sur le Sea Cleaner. Sea Cleaner. Ouais. Ça existe déjà. Il y a un bateau, c'est bon, un petit bateau. Déjà, mais, c'est un petit bateau. Mais en Algérie, on a... Non, non, je veux dire, vous l'avez vu déjà? Oui, vous avez vu, oui. Ce bateau-là? Oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il va vous inspirer? Ça va vous donner... Ça m'a inspiré, c'est une bien idée sûr. Très, très brillante. Merci beaucoup. Ah, okay. Merci. لالوي كوثر 21 سنة من ولاية عين دفلة طالبة جامعية تخصص حقوق سنة ثالثة ليسانس. مشروعي هو إنشاء مدرسة تكوينية تأهيلية للشباب المقبلين على الزواج، وهذا للتقليل من نسبة الطلاق في الجزائر التي أصبحت ترتفع بشكل رهيب وجنوني، لحقت حتى 68 ألف حالة طلاق لسنة 2018. إذن هذه المدرسة وش راح دير؟ راح تكون هذو الشباب وهذو الشابات. كيفاش تكونهم؟ تعلمهم ثقة لمسؤولية الزواج. كي نقول ثقة لمسؤولية الزواج ماش نهضر على القضية نتاع الدار وما على باليش، لا لا، راح نهضر على بناء أسرة بعيدة المدى، ماشي أسرة تاع شهر شهرين كما نشوفوها دوكا. عندك خبرة في بسيكولوجيا، في أحوال أسرة، في عندي شهادة في تقديم تلفزيوني إذاعي، عندي شهادة في التنمية البشرية إدارة الوقت، وعندي شهادة في فنية المحاماة. كان عطوك 1 مليون دينار، وكيفاش راح تنشئي هذه المدرسة؟ راح نخدم ب 80%، يعني ندير لي ديمارش تاعي، 20% راح ندير لي غوتوش اللي بقاو لي. كيفاش راح نكمل هذه تاعش لي غوتوش ما فهمتش؟ و 80% تاعش؟ 80% راح ننشئ هذه المدرسة، حنخرجها إلى أرض الواقع. 20% راح نكمل باغ إكزومبل لي ديكور إكسيتيرا. ومن بعد واش ندير؟ هذاك المدخول اللي يدخل من الزبائن الشهري ولا السنوي هذاك راح نطور به المدرسه، يعني المدرسه تكون الزبائن وفي نفس الوقت راح تطور في روحها. هذه المدرسه حبيت نسميها هابي اندين و هابي اندين. خلاص بارك الله فيك. شكرا. بس هابي اندين. ذاتس هابي اندين. ثانك يو. شوف سليم، هذوما لي ديزيكيب اللي خرجوا من لا بواط ابريسيون. دركا رايحين يفوتوا على تشالنج جديد. ونشوفوا شكون لو غانيون اللي يبقى معنا وشكون يكون اليميني. التشالنج هذا اسمه كيت او دوبل. سوبرب سارة ارواح. سي بي اس نوتر انفستيسمون اون بيس بار بارتنير داكور. اديهم وروح افيك تي زيكيب. عباس سي بي اس اون بور شاكان دو تي كاماراد. عاودوا لي تي زيكيب. اندرو اون فا ابلي ماجيك اوزيم. يلا اي فا سوكوبي دو سيريوزمون. ماجيك اوزيم. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في لو نوفو ديفي كيتو دوبل. كيتو دوبل، في هذا التحدي كل فريق مثل سليم عثماني راس مال باش يستثمر به. لازم كل فريق انه يربح دراهم وعلى الاقل يحافظ على دراهم، وهذا لما تلعبوا وجه لوجه مع لو ماجيسيان. اذا لعبتوا وربحتوا راح تتضاعف القيمه الماليه اللي عندكم، وإذا لعبتوا وخسرتوا راح تخسروا الأموال اللي راهي عندكم، وإذا خيرتوا ما تلعبوش تحافظوا على الدراهم اللي عندكم. يلا اتكلوا على ربي. بسم الله. سارة مرحبا بك انت وليكيب تاعك. راح نديروا معنا دوكا ان تشالنج اللي اسمه كيتو دوبل. نبداو معك سارة، تفضلي. قبل ما جيتوا لاكسيونير ولا انفستيسور عطى لكم الكابيتال اللي تخدموا به. نبداو. خير بيان، تبعي مليح معايا سارة. عندي 3 غوبلي تقدري تشوفيهم. اون بي داكور، نحطوا هاد لابو الحمراء هنا. واش عليك؟ تبعي وين راهم. وراهي لابي. الي لا فولي فو ميزي قبل سارة. ما تحبيش تشوفي مع ليكيب تاعك؟ عندك 30 سكوند الحبيتي. وي مازي كرونو وي جو 30 ثواني عليك 30 ثواني معاهم. روحي روحي حبيبتي سي بون. تري بيان. Vous avez pris votre choix. Vous voulez vous miser. Combien de pièces habitez de miser. Bah une pièce. Sur quel هادي حطيها قدامها. بسم الله قلبيها. Bravo. Vous venez de gagner une pièce. Tu peux y aller, Sarah.
ولا تخيري واحد اخر في بلاستيك يجي رون بلاستيك. Je vais continuer cette étape. Comme l'étape, ça va passer. Deuxième étape. Écoute, ma, le magicien, moi, la première étape, c'était simple. La bulle qui est bien ou qui est. Deuxième étape, aussi simple. Je t'en On a là, trois cartes. Et bien, il y a deux couleurs, une de hamara. Deux de trèfle, kala. L'as de carreau, hamara. Trois de trèfle, kala. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre deux de trèfle. On va mettre là. À l'yassar de taille. وش يقعد لي؟ يقعد لي لاس دو كارو والطروا دو تراف. نحكموا لاس دو تراف نحطوه هنا في الوسط. وش يقعد لي في يدي؟ يقعد لي طروا دو تراف. لو طروا دو تراف نحطوه هنا. ندير غير هكذا. وراه لاس دو كارو، لا كارت حمراء. وريها لي بصبعك. هادي؟ اسكو فو زيت سيغ؟ ولي فو ميزي؟ لا بالك نخلو لا تشاور دي كولاك، واش رايك؟ حبيت تشوفي مع ليكيب؟ وي جامري بيان. هيا روحي. طوب كونو. 30 سكوند. Deux, un... Oh, خلاص الوقت. Alors, Sarah. Une seule pièce. حطيها قدامها. قلت لي بلي كلاس دو كارو راهو هنا في هاد لاكارت. Et malheureusement, c'est faux. دو كارو ماشي هادي هادي، سي لو دو دو تراف. لاس دو كارو كان من الاول هنا. كي ربحت لا دوزيام بيس، بور موا جيتي كونفيونت. بور لا دوزيام فوا، كي حط لي لاكارت، موا جي اوبليي كو سيتي ان مونتاليست. La pièce que vous avez gagnée tout à l'heure, a été ressortie. Pour le prochain défi, habet qadi maana, la tkhiri un collègue wahed akhar li yji remplacek. Je vais choisir un autre collègue. Je compte khayri. Fatima. Fatima, tfadli. Ahla lik. Choukran Sara, w marhaba Fatima. Gal les cartes différentes, ma kajouj ichab. Kolej différent. Ouais. Eddi le carte li aajbatek Sara. وريها ليكيب تاعك باش يشوفوها معاك، لازم نشوفوها انايا. اوكي لي سيكوند جي ديسيدي دو ميزي دو بياس. فو فولي ميزي دو بياس، فو سيتور كارت. دونك لا بيت ما كي تقولي بلي الكارت ماشي تاعك. انا راني نقول بلي تاعك ولا كارت تاعك، انا نربح ولا كارت ماشي تاعك تي تربحي. واش رايك؟ D'accord, alors je mise 2, c'est pas ma carte. هذا هو البيزنس وورد. إلا حبيتي تاميليوري دراهمك ولا تزيديهم ولا تربحي، لازم تنفيستي في دي كا يكونوا فريمون ماشي سيغ وتقدري تنجحي بهم وتقدري تخسري بهم. سيتي كوا فوت كارت؟ سي 10 دو تخيف. إي فو زيت سيغ كو سي با فوت كارت باسكو شتيها هنا. إي سي بور سا فو زافي بخي لو ريسك. مي جو زي دي سي كوا مون ميتي؟ ماجيسيان. تخي بيان باسكو هنايا كارت تاعك شتيها هنا بصح ماهيش هنا. كارطة تاعك من الأول كانت هنايا. إي مالوغوزمون فو فوني تاعت فو 4 بياس. أون إيسيي أون تونتي خسرنا نص المونطون تاعنا، مي أون كارت توجور لا مواتي، دونك سي سا. أنا إقبال 21 سنة، جو سوي إتيديون فاكولتي دارشيتكتور أون ديبارتمون ديدروليك. البروجي تاعي اسمه ديزادو بيرج. لو برانسيب سي دامينجي أن إسباس لين راح نديرو دي بتي شامبر وين راح لي جون يشاركوهم، يكون كاين أن إسباس بور لو ديفارتيسمون، يعني وين كاين راح لي جو فيديو، طابل بينك بونغ، سكرابل، مونوبولي. هذا البروجي نسيبلي فيه لي إتيديون لي زافونتوري يحبوا يفواياجيو لو كوست، معناتها يخلصوا حاجة قليلة. كامل نحبوا نفواياجيو، مي دايما لي زوتيل يكونوا غاليين تو، هاد لي زوبرج يوفروا لنا ان سيرفيس يكون رخيص، اون ميم طون تحس روحك راك في دارك. وين دير هاد لوبرج؟ كيس كي ديفيرونسي دي زوبرج دو جونيس ولا ميزون تيل كون لو كوني دوبوي 80 زون ولا اكزيست اون اوبرج جونيس. هاد لوبرج راح يكون ديفيرون على الاخرين باسكو راح يكون ديجا ان اوبرج شويه نقول نجمو نقولوا انتيليجون. راح يكون كاين اكسي واي فاي كيما قلت لكم، ديفيرتيسمون وين راح يكون كاين فري تاورز، يعني تكون كاين دي سورتي وين لي جون يتفاهموا بيناتهم يخرجوا يدوروا في لا فيل لي فيزيتيوها. راح يكون كاين باغ اكزومبل دي فولونتاريا، معناتها نجيب دي فولونتير عندي وين راح كيما نقولوا التطوع عندي، او ميم طون راح يباتوا باطل، معناتها من عندي ومن عندهم. سي سا. Merci. Alors, premièrement, je voudrais commencer par la population de ma start-up.
qui est visée. Donc, ce sont les jeunes Algériens âgés de 16 à 35 ans à peu près. L'idée de la start-up, c'est d'introduire un programme d'information et d'orientation académique et professionnelle. À la base, j'ai commencé à travailler sur ça en 2016 avec World Learning, qui avait lancé le programme Tamhid Career Counseling. Du coup, je me suis dit, et si je mettais ça en œuvre, mais plutôt le voir comme une opportunité pour moi et pour les autres. Maintenant, je... C'est très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, One to One, c'était une épreuve et un vrai challenge pour tout le monde. Donc, on était soit... on fait de notre mieux pour être in or out. En quelque sorte, c'était la dernière carte à jouer. J'aurais aimé avoir plus de temps pour bien expliquer. أنا محمد معوش من مدينة الواد. المشروع تاعي هو استغلال النفايات في أشياء مفيدة. يعني نفتح مشروع إنشاء ورشة. المهنة هذه كيفاش يستغلوا النفايات في أشياء مفيدة ويقدروا يبيعوها لأنه كان أشخاص عاطلين عن العمل. ما كنتش متوقع معناها نوقف قدام الجوز قدام الكاميرا قدام الأضواء. فتغلب علي الخوف حبست. حبست معناها ما قدرتش نكمل باش معناها الكلام اللي كنت حاضر باش نقوله معناها نسيتهم. انت تعرف تعملهم هذوما الكل. ترانسفورماسيون دي ديشي. نعرف تعرف. لانه انا حلو. معناها الخبره نتاعك تلقيها للاخرين. ايه. شنو الوسيله باش توزعها للاخرين كيفاش؟ انترنت. الوسيله اني واستقبل فيها اشخاص نعلمهم المهنه هذه باش يقدروا يستغلوا النفايات في اشياء مفيده باش نحافظوا على البيئه. فوالا بوغ سامورايز. بارفي ميرسي بوكو. ميرسي شكرا. 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 بخاري محمد اكلي انجينيور ديتا اون انفيرونمون. جيتكم اليوم على فكره اللي هي داخله في الاكواكولتور تربيه المائيات. ايوه بلو بريسيزامون تربيه المائيات البحريه اللي هي تتربى في ديكاج فلوتونت افيك اون سيرتان كاباسيتي دو برودكسيون. نديرهم في البحر ولا دون لي لاك؟ في البحر. كاين دو تيب دو بواسون اللي حبينا نربيوهم سي لو بلو دوموندي برا واللي داروا نجاح كبير برا لا دوراد ولولو. خلاص اوكي شكرا. ميرسي. صح. Très bien. Merci. Vous avez 2 minutes pour parler de votre projet. D'accord, parfait. Donc, je suis Leïla Ben Youssef. Mon projet s'appelle Qui dit sorti. C'est un projet qui répond à une problématique que j'ai vécue moi-même. Je ne connaissais pas des lieux de loisirs et de sortie pour les enfants. Donc, cinéma ou la théâtre ou la musalahia ou un parc. Donc, le projet TAE, c'est référencé via un site internet, donc Mawqa Electroni, qui s'appellerait Qui dit sorti. Il y a justement l'idée, les mamans, pour qu'ils aient leurs enfants ici à l'Asema ou dans le Jazair complètement, sur le territoire national, pour qu'ils sortent. Le site, il existe déjà? Oui. C'est malou qu'on a un million de dinars, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai une expérience de 6 mois fait le site qui existe sur le marché. Un des plus de 40 000 mamans qui me suivent. Donc, je suis devenue une influenceuse dans le domaine des enfants. Et j'ai créé la première agence de communication spécialisée dans l'enfant en Algérie. Ce qui permet justement, vu que j'ai une bonne expérience, ça me permet non seulement de remettre à niveau mon site, je suis dans le développement social, mais aussi j'encourage, c'est-à-dire la société algérienne à être justement en contact avec les enfants parce qu'on vit dans le stress. Donc les 1 million de dinars, pour répondre à votre question, c'est justement pour mettre un budget déjà en communication qui est très important et recruter une équipe que je n'ai pas encore. Merci. 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 Merci bien. عبد الصابر مرحبا بك. عندي هنايا اون كارت بريديكسيون حطوها هنا هايليك ما نبوجيوهاش. وعندي جو دو كارت نوريهم لك كاع لي كارت ديفيرون ما كازوجي تشابهم هاك معايا هكذا حط صبعك على الكارطه اللي عجبتك. ام كاين 52 حط صبعك ديريكت هادي تري بيان ديها اقلبها نشوفوها 6 دو تراف. أنا جو سوي سور دو موا جو برون الباري نحط دو بياس. واش معناتها؟ لو كان الكارطة هادي كيما هادي تخسر كلش وتخسر واش لعبت. لو كان تقول لي كارطة هادي هي كارطة تاعي كيف كيف تسمى تقول لي مانيش ما نلعبش تكارتي لي بياس تاعك وتدي هادي خير. عبد الصبر خمم فيه مع ليكيب تاعك نعطيك 30 سكوند ياك جو
سي بون خلصوا الوقت. عبد الصبر، عبد الصبر، وشنو هو الشوا ديالكم؟ انت في بالك هاد الكارطة كيما هادي ولا لا؟ لا نو نو. Donc vous prenez le pari. Je prends le pari. Vous voulez jouer deux pièces? Avec deux pièces. Allez-y. Je vous laisse une tête vérifier. Bismillah. Voilà la caméra. C'était exactement la même carte. Abd Sabr Choukran, vous venez de perdre quatre pièces. Malèche, malèche. Désolé. Rah, n'ayez le واحد. نعطيه سؤال. يجاوب صحيح. نعطيه له une pièce. يجاوب غلط نحيلو اون بياس ولا شاف روحو ما يقدرش يجاوب يقول لي ما نجاوبش ويروح كيما جا. متفاهمين؟ يلا بسم الله. لو شيف ديكيب عباس، اسكو انت لك راح تجوز في هاد لا بروميير كيستيون ولا تخلي واحد من الفريق تاعك اللي يجوز في بلاصتك؟ خطر واحد من الفريق. شكون هو؟ طاهر. طاهر مرحبا بك، جوز خويا طاهر. جيب لنا 10 راح نسقسيك واش معناتها لاكرونيم ايرل، اعطيني واش معناتها الحروف تاع ايرل. جواب تاعك؟ ما عنديش جواب. مازالكم 4 بياس ويقعدوا لكم زوج اسئله زوج فرص. جوز انت ولا تخلي واحد اخر؟ خلي واحد اخر. شكون اللي يجينا؟ ورده. ورده مرحبا بك، تفضلي. واش معناتها الحروف اون ساج؟ جواب؟ ما نجاوبش. راح يتعاود يطروحي 4 بياس. معليش شكرا. تقدري تكملي ولا تخيري واحد اخر في بلاصتك؟ شكون؟ خير محمد. محمد مرحبا بك. واش معناتها الحروف تاع كلمة كناك؟ سي ان ا سي. عندك جواب؟ طب واش هو الجواب تاعك؟ جاوب ولا لا؟ ما جاوبش. ما تجاوبش تقعدوا بربعة. كملنا هاد لا دانيير ايتاب. مبروك عليكم، راكم ديفيسيتير دو دو بياس، رايحين تحاسبوا مع الانفستيستور تاعكم. ماجي كوزيم. وي. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé, parce que j'ai le sentiment que ça ne s'est pas particulièrement bien passé. Les deux ont perdu de l'argent. Donc les deux... Drame. Les faillites. Je vais ouvrir, je sais pas où est-ce que je vais ouvrir un compte en banque. L'équipe de Sarah, désolé, on vous dit au revoir. Hein? Abbès, tu vas continuer l'aventure. Hein? Mais je me souviens, tu me dois deux pièces. Au revoir, Sarah. Au revoir, l'équipe. Slama. كاين ستة منهم اللي رايحين يزيدوا ال 1 تو 1 مع لا جوري. Maintenant c'est à vous de décider. Sur ce, je vous laisse. Merci. Merci Magic Cuisine. كانت une très belle expérience. اللي تعلمنا منها. Et de connaître de nouvelles personnes. ورضا اخيرا لحقتي انت والجماعه لمرحله الوان تو وان، بصح عندكم غير دقيقه واحده باش تقنعوا لجنه التحكيم. I'm going to do it in English. My name is Warda Belkhlef. I am 25 years old and I am the founder and the main trainer of the iSpeak program. The iSpeak program is a public speaking based youth empowerment program. I've been in many programs to many countries where I've seen that program creators fail to see the importance of public speaking when it comes to leadership and youth empowerment programs. So I chose to do it myself with my program, which is Bridge the Gap between Leadership and Youth Empowerment with Public Speaking. My program has been created since 2017. In under 2 years, we have done 7 events, we have trained 1,000 people, and we have already gotten a grant from the US Department of State for $8,000. My program is special because it creates a harmonious relationship between leadership, public speaking, youth empowerment, and all the soft skills the youth need. In this day and age, our young people are really failing to find the soft skills they need in order to move forward in their personal and professional life. And that's what I wanted to do. How are you going to use a million dinar? The million dinar... Le temps est fini. Merci beaucoup. Okay. Thank you. Au revoir.
المشروع تاعي باختصار هو ستيم بواد دي كومينيكاسيون. بصرا بواد دي كومينيكاسيون هذه احنا الهدف تاعنا اننا نكونوا الليدر في هذا المجال في الجزائر. عندنا تقريبا باغيين عندنا جانبين، الجانب الاول هو الملتي ميديا، الجانب الثاني هو لا بروغراماسيون. في البروغراماسيون كاين مشروعين اساسيين هما اللي باغيين نقلعوا بهم، الاول تطبيق والثاني موقع. التطبيق يعتمد هو تاع السيرفيس، وهذا كاين مشكل كبير في الجزائر، كاين مشكل ما بين الزبون والناس اللي خاصهم لو سيرفيس باريزوم ماسون بلاتري منا حرسوا راهم مش كاينين. المشروع الثاني اللي هو موقع تقريبا اللي جاب الشباب لهنايا ان الناس تحوس على ممولين. احنا ماذا بينا يكون عندنا موقع للناس تحط فيه المشاريع تاعها، وممكن هذاك الموقع يبحث لهم عن ممولين، واذا كان مشروع خيري كاين ناس يعطيهم. شكرا شكرا شكرا. Une minute, les candidats, une minute. دونك جو سي عبد الصبور بن زكان، انجينيور ديتات دون انفورماتيك اندستريال. دونك حنا انا لاحظت انه المريض في الجزائر عنده مشكل من وقت اللي يمرض حتى الوقت اللي ياخذ الدواء تاعو. دونك حنايا المشروع تاعنا راح يكون في لا ترانسفورماسيون ديجيتال، وين رايحين نديروا ان ايكو سيستيم دو ميز دو غولاسيون انتر لو باسيون لي زيتابليسمون دو سونتي اي لي فارماسيان. دونك لو باسيون يكون عنده توت ان اوتي دو بريز دو رونديفو اون لين، توت ان بورتاي اوسي de connaissance des informations très utiles sur les pharmacies et plus précisément la disponibilité. C'est un mode de conseil. Non, c'est un service informatique. C'est un service informatique dans le digital. Votre argent, vous l'utilisez pour monter la boîte de conseil. Le développement technique, marketing, etc. Merci beaucoup. C'est pas une application pour médecins. C'est une application, pas de conseil. Application web et mobile, exact. Pour patients et pour médecins. Donc c'est pas une agence de communication. Non, c'est pas une agence de communication. Non, pas une agence de transformation digitale. Transformation digitale. Non, non. Donc vous destinez aux patients. Aux patients, mais les clients, c'est les médecins et les pharmaciens. Merci beaucoup. D'accord. Merci. C'est une appli mobile. Salam alaikum. Alaikum salam. Tahar Mahmoud, talib jami'i. عندي مؤسسة تقدم دورات تكوينية ودروس الدعم. المشروع هذا هو مؤسسة ديجا بديت فيها المشروع. أنا مؤسسة تقدم دورات تكوينية ودروس الدعم. الفكرة هنا هي ماشي أني نقدم دورات تكوينية ودروس الدعم، هي أننا نصنع منتج يلبي الاحتياجات اللي كاينة. مثلا درنا تجربة مع الطلبة التلاميذ تاع المتوسط، لقينا بلي أنهم عندهم بزاف حاجات ناقصينهم، ماشي هي اللي ماشي تخليهم يتعلموا. فاحنا واش نديروا؟ نخدموا لهم برنامج يلبي الرغبة تاعهم باش يعطي لهم دافعية أكبر للتعلم. على هذيك وفي المستقبل تولي للشباب، علاش زعما نوفروا لهم فرص عمل لما ندرسوا السوق ونخرجوا لهم دوره تكوينيه، ماشي لازم تكون موجوده بالفعل، نخرجوا لهم دوره تكوينيه ما كانتش الفكره تاعها في الاساس ونقدموها لهم. شكرا. مع السلامه. شكرا. بيفور لاست هذا. توت الوغ اي ما بيكي دو فريك عباس 54. عندك دقيقة عباس، لازم تكونك بانشي بانشي بانشي. جو. المشروع تاعي هو باركينغ فيل، سي لي تاريفيكاسيون، سيستيم دو تاريفيكاسيون تاع الستاسيونمون اوربان. يعاوننا في لي ديفلوبمون دو لاستاس ديفلوبمون تاع لوربانيزاسيون تاع لا فيل والديبلاسمون تاع السيتويان. اون فيل وين كاين ديبلاسمون رابيد وين كاين اقتصاد يتمتد. كيما لي فيل تاعنا راهم يموتوا، لي سونتر فيل. كي نديرو اون ستاسيونمون urbain avec tarification. C'est ma des parcmètres intelligents. Parcmètres. C'est ça. Très bien. On valorise les rues plus les terrains qui n'ont pas été. Merci. Ok. Merci. Merci. Tigers. Ouais. Tigers, c'est très tendance ces derniers temps. Hicham, est-ce que tu vas être à la hauteur de ton t-shirt? Inch'Allah. Le projet est très simple. Ce qui est très simple, c'est un projet qui est très simple. Je vais vous donner un projet qui est très simple dans le domaine de l'environnement. واش نديرو؟ نجيبو دي كارطون ولا ورقة، الورق واش نديروه؟ نرجعوه كتان، ديك الشيء باش ترجعو كتان. عندي ان بارتنير في سطيف، هو يرجع الكارطون إلى كتان، كتان هذاك واش نديرولو؟ عندنا واحد واحد الحاجة تلصق بها 100% ناتورال، ما نضروش كاع البيئة تاعنا. حاجة واحدة أخرى، العام اللي فات كنت أمباسادور دو لانفيرومون أون ألجيري، هاد البروجي إن شاء الله حيدير البوز 100% باش نوليو كيما كنا بكري، سوشيات على القديمة، بيان سور إن شاء الله. لو بيجي تاعو تري سامبل بين 60 مليون دو ماكس 95 مليون ويكون شي عليها مليون تما ما تحتاجهمش. نو نصحك 90 مليون دو ماكس باش ترجع لومبالاج اون بابي سي سا. تري بيان هادي هي. ميرسي ميرسي بوكو.
فريمو كانت واعره صوت دقيقه برك الناس كداو 2 بوينت او اوت مو 2 مينوت او حنا دينا غير 1 مينوت هذيك كجات ثقيله بزاف مي الحمد لله يا ربي افاك ليكسبيريونس اللي كانت عندي عرفت كيفاش نقنع لي جوري سورتو لو بروجي تاعي لي ديرني مينوت عاودتو لي جون جوزتو بزاف تحديات انديفيديوال كولكتيف مونتال وفيزيك وفتو في الاخير على المرحله الحاسمه وهي لي 1 تو 1 مع نو جوري Nos jurys vont nous donner des notes à chaque étape du parcours. Vous êtes dans le premier 60, le nombre 44. Et aujourd'hui, nous avons 16 places. Nous allons à la sélection. Zaki. Le choix de faire des معايires. Ces معايires, nous avons vu à la personne. Nous avons vu à la مشاريع. ولازم تعرفوا انه المنافسين اللي ما اختاريناهمش اليوم لازم تعرفوا انه يعني هذا ما يعنيش انكم ما تستاهلوش ولا انتم ماشي ملاح الا لازم ان احنا نديروا اختيار واختارينا حسب هذه المعايير. شكرا زكي. جانفيت المتسابقين من الواحد الى العشره تقدموا من فضلكم. ونسمعوا لي جوري ولا سيليكسيون بين هادو المتسابقين. المنافسين اليوم اللي يقعدوا معانا رقم واحد. مبروك. رقم ستة ورقم ثمانية. في كمال. مبروك. هذا ما كان من الواحد إلى العشرة. سوء الحظ. شكرا. تفضلوا في الله. اوكي جانفيت من ال 11 لل 20 قدموا من فضلكم انا رقم 11 رقم 12 ورقم 13 للاسف ديزولي بابور جودي قدموا سيكوتي J'invite les participants de 21 à 30. Tfadlou. Sam'ou, si Ali. أولا نعطوا حرية الحظ باش ممكن تفتح الصالة تاعها سبور بول لي فام مع بالعباس وإن شاء الله تقدمي حرية. حرية. مبروك. والثاني رقم 27 هشام. خلينا نشوفوا لي ساكون بابي بزياده اوكي شكرا سليم نيميرو 32 فاطمه زهراء تفضلي منا فاطمه نيميرو 34 شي مبروك اي نيميرو 39 39 39 parce qu'on aime jouer avec les jouets en bois quand on est jeune donc merci hein. Merci Slim. Sam'ou Zaki. منافسين اللي بقاو معانا 45 عبد الحليم. عبد الحليم. Et 47 Nabil. C'est les derniers. Et c'est Leïla qui va nous dire qui sont les derniers. Et donc, les Kadoum Anam, le groupe Hada, on a le 52. Habib. Donc, Habib. Le 57. Ah, ça, c'est le 52. Et 59. Lilia. Après, désolé, tu fais de l'humain avec les collègues, tu vas Bien sûr, l'échec, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ou quand même bien comme Nas, Lima et Jozouch, Lyon. Ou là, qu'on a choisi comme Bzef, Bzef, à la Hadori comme Marna, qui a un des Holom. Merci beaucoup. À tout comme ça.
أنا في البداية منين جيت كان عندي إيمان كبير أني راح ننجح. صح كي جيت لقيت الشباب الله يبارك اللي النيفو اللي معنا قاعدين الله يبارك طالعين تزهر والله تحمل موارد بشرية راقية اللي راهم ربحوا واللي راهم ما ربحوش قاعدين عندهم نيفو مليح. دونك اون كيلكو سورت ما خسرناش جوست ما خيروناش. كي نخرج من هنا راح نتعلم انه نقدم بجرأة نقدم نفيق في نفسي اكثر واكثر ونعطي حافز لروحي وما نخليش الخوف والتوتر يتغلب عليا. ماغري تو لونتربرونيا دائما تبقى في الدم تاعنا ونكمل ان شاء الله. هكذا يكون اكتمل عدد المتسابقين اللي راح يتجوزوا معانا للمرحلة الجاية. 16 متسابق فقط من 60 اللي راح يبقوا في البرنامج وين راح تعيشوا تجارب مغامرة جديدة من نوعها وراح نتعلموا معاكم في كل مرة.